أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول فيه: نحن مجموعة سافرنا إلى مصر وصلينا في مسجد يسمى مسجد السيدة زينب، ويوجد فيه قبر في آخر المسجد ولم نعلم بذلك، أي عن هذا القبر، والسؤال: ما حكم صلاة التي صليناها في هذا المسجد؟ الإعادة، حكمها الإعادة، أعيدوا صلاتكم، لأن الصلاة في المسجد اللي فيه قبر لا تصح ولو كنتم لا تعلمون. العادة أن القبر واضح وعليه القباب والأشياء وعليه الستور، ما هو خفي، يعظمونه تعظيم ويجعلوا له هبهة ويجعلوا له، ما هو خفي القبر في المسجد عند الخرافيين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ثم تسميته، مسجد زينب، الست زينب، لا واضح أنه على قبر، الست نبيسة، مسجد الحسين، ما يسمونها إلا بأسماء من دفن فيها. نعم، سواء كان صحيحا، لأن الحسين رضي الله عنه لم يدفن في مصر، هذا كذب، يقولون راسه، أنه دفن راسه في مصر، وهذا كذب، لأن رأس الحسين ما ذهب إلى مصر، قتل في كربلاء رضي الله عنه في العراق، ويقال أنه ذهب برأسه إلى يزيد في الشام، الله أعلم. إنما مصر ما ذهب إليها شيء من الحسين، لا رأسه ولا، وقد كتب شيخ الإسلام في هذا رسالة سماها رأس الحسين، وكذب اللي يقولون إن الحسين مدفون في مصر، بل يقال إن المدفون فيه نصراني ليس بمسلم. نعم. وعليه الصلاة في مسجد الحسين. نعم، الصلاة في مسجد الحسين في مصر تعاد أو تبقى على ما هي عليه؟ إيش؟ الصلاة في مسجد الحسين تعاد، الصلاة في مسجد فيه قبر تعاد، لأن فيه قبر هو، لكن ما هو قبر الحسين، يكذبون ويقولون إنه لعله قبر نصراني أو إن شاء الله قبر مسلم، ما يجوز الصلاة فيه، ما دام على قبر ما يجوز الصلاة فيه. نعم.